قدر الابن الذي افتقدته الام، وسع قدر الزوج الذي افتقدته الزوجه، وسع قدر الاب الذي افتقده الابناء، سع قدر المربي الذي افتقدناه جميعا، سع قدر رجل الاداره والتدبير الذي افتقدته اسره الاداره واسره التربيه والتعليم عموما. الجميل في هذه الجلسات ان يؤكد الجميع على ان ما عرفناه عن سعه القدر بعد الوفاه من خبيئه كان يجعلها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عرفنا سعه القدر رجلا طيبا، عرفناه رجلا متواضعا، عرفناه بقيم التواصل، وان نعرف عنه بعد رحيله شيئا من الخير والاحسان والعطاء والتضحيه، فالحقيقه هذه من اجمل الشهادات، لان شهاده الناس تقبل عند الله. ان يشهد فيك الناس انك ذو كرم وذو اخلاق وذو سمات رفيعه، فهذه من الشهادات التقديريه التي يفتخر بها الانسان ويفتخر بها بعد رحيله الى ربه سبحانه وتعالى. ان يرحل المربي وهو في عز عطائه، وهو في خضم تضحياته التربويه، وهو يحمل هم هذه الرساله العظيمه جدا التي نتقاسم عظيم اهدافها وغايتها مع اعظم الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الانبياء. عندما يفسد حال الارض لا يبعث الله عز وجل اناس بوظائف معينه، بل يبعث المربي، يبعث هذا المعلم، معلم الخير، سواء هذا المعلم كان في القسم او كان مدبرا للشان التربوي. فان تدبر الشان التربوي داخل المؤسسه فهو ليس بالامر السهل. ونحن عندما كنا نتحاور عن قرب مع السعه القادر دائما هناك تحديات ودائما كانت هناك صعوبات، ولكن ان ينجح الانسان في تجاوز كل هذه الصعوبات رغم ظروف، رغم اكراهات ورغم المرض، فلا يمكننا الا ان نحيي سعه القدر الانسان، سعه القدر الروح الطيبه، ولا يمكننا بهذه السيره العطره التي تركها المرحوم الا ان ندعو الله سبحانه وتعالى طارعين أن يعلي مقامه في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يخلفه في من ترك من أبنائه، أن يخلفه خيرا، وأن تصل دعواتهم الطيبة إلى روحه الطاهرة، لأن الإنسان كما تعلمون إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من بين هذه الثلاث ولد صالح يدعو له، فندعو له نحن، ولكن دعاء الأبناء هو في حاجة إليه أكثر، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي مقامه في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.